السلام عليكم. بداية القصة، تركت مروى المدرسة قبل أن تحصل على الثانوية. اضطرت أن تعمل بمحل للملابس الجاهزة، وشاءت الأقدار أن يرسلها صاحب المحل إلى تاجر كبير كي تستلم البضاعة الجديدة، لكن التاجر ما إن وقعت عيناه عليها حتى أصابه الهوى ووقع في نفسه وقلبه، فقرر الحصول عليها مهما كلفه الأمر. التاجر يبلغ من العمر 50 عاما، وهو من أسرة معروفة، وله زوجة تصغره ب10 أعوام، وله 3 أبناء أعمارهم ما بين 16 و20، وبنت واحدة في 14 من عمرها، وهو يسكن في أرقى الأحياء. وقد قرر الرجل أن يحصل على مروى بأي ثمن، فبدأ رحلة الالتفاف حولها ومحاصرتها. بدأ بزيارتها في المحل بحجة مروره هناك، ثم همس في أذنها لتحضر لمقر الشركة لأمر مهم. وحين جاءت إليه سألها كم يدفع لك صاحب المحل من أجر، فأجابت 1500 درهم، ورد على الفور: أنا سأدفع لك 6000 درهم وتعملين هنا سكرتيرة. وافقت مروى على الفور، ولم تمضي أيام حتى قدم لها عرضه مباشرة، فقال لها: اسمعي يا بنت الحلال، أنا أريدك زوجة على سنة الله ورسوله، لكن وضعي الاجتماعي وزوجتي وأولادي لا يسمحون لي بإعلان هذا الزواج، لذلك سيكون الزواج عرفيا بعقد وشهود، وسأخصص لك شقة لم تحلمي بها بعمرك. وقبل أن تطلب منه مهلة من التفكير، قدم لها خاتما من الألماس وعقدا ذهبيا، ففرحت كثيرا. ثم سألته: ولكن ألم تخطبني من أهلي؟ فأجاب: والدك رحمه الله وأمك لا تمانع، لكني لا أريد أن يعلم أقاربك بالأمر، لأني أريد أن يكون الأمر سرا. عاشت مروى معه، وكان يحضر بيت الزوجية السري في النهار فقط وبشكل غير منتظم، أما الليل فقد كان يمضيه مع أسرته الأصلية. وبعد مرور سنة بدأ الفتور يسود العلاقة، ومع إلحاحها على الإنجاب ورفضه القاطع لذلك، تحول الفتور إلى نفور. ثم فوجئت به بعد مشادة بينهما أنه يخرج عقد الزواج العرفي ويمزقه ويشهر الطلاق عليها، ثم يعطيها عقد الشقة ويقول لها: إن عقد إيجار هذه الشقة سينتهي بعد 2 شهر، وعليك أن تتدبري أمرك بعد ذلك. كانت الصدمة قاسية على مروى، فقد كانت تظن أن الشقة من ضمن أملاكه، وهكذا وجدت نفسها مطلقة تعود إلى منزل أمها بتعويض مالي صغير تفضل به عليها دفعا للمشاكل والخلافات. شعرت مروى بخيبة أمل كبيرة، وندمت على ما فعلت، ولم تجد أمامها إلا التوبة والعودة إلى الله عز وجل، فهو وحده القادر على أن ينسيها كل ما مر بها وأن يعوضها عنه كل خير. فعادت مروى إلى صاحب المحل الصغير وحكت له كل ما وقع، فقال لها: سيعوضك الله خيرا إن شاء الله. فعملت مجددا معه، ولكن هذه المرة لم يتقدم إليها رجل كبير السن لأنها ما زالت صغيرة، فتقدم لها زميل في العمل فوافقت عليه وتزوجا.
وساعدهما صاحب المحل في إيجاد شقة وعاشا هناك بسلام. ولكن مروى بقيت تفكر في ذلك الذي كاد أن يدمر حياتها. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فنسأل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.